لا حماية دولية على الإطلاق، ولا حصانة لأي شيء، لا تحمينا هذه الدروع ولا تحمينا هذه القبعات، إنها مجرد شعارات نرتديها فقط، هي لا تحمي أي صحفي على الإطلاق، لا تحمينا هذه الدروع ولا هذه ما نرتديها فقط، هي شعارات فقط. نحن هنا ضحايا على الهواء مباشرة، نفقد الأرواح واحدا تلو الآخر بلا أي ثمن.